ريلابس اكيد. ليش ما استخدم ريد هاند؟ هتخفف الريلابس. they can be either be removable or fixed. فيهم يكون removable او fixed. the clinician is faced with a multitude of different options. يعني قدام الحكيم عدة أجهزة ريتايترز ممكن يستخدمها سواء كانت ريموفابل أو فيكست. different options when choosing which retainers to use. يعني مثل ما قلنا when choosing the retention regimen the following factors should be considered. لما بدك بده حكيم التقويم نظام الريتنشن the following factors should be considered. لازم يفكر بهال following factors. likely stability of the result. قديش هالكيس حتكون ستيبل. إذا الكيس منا ستيبل أبدا مثلا ساعتها يفضل مثلا حط fixed orthodontic appliances واعطيه كمان removable. اوكي نعمله مثلا lingual retainer. اذا مثلا انا وسعت ال intercanine width وعملت proclination للower incisors ساعتها مثلا ممكن حط fixed retainer واعطيه كمان patient removable retainer حتى يلبسه. يعني حتى اذا fixed retainer فلت او عمل debonding يكون في عندي ريموفابل ريتينر. خصوصا انه الفيكس ريتينر اذا كان ثابت اذا الفيكس ريتينر ما نقام عن السنان وكان مشغول بشكل مظبوط بيعطي احسن نوع ريتنشن. بس اذا فلت محل عمل ديبوندينج ساعتها اكيد حيصير في عندي ريلابس. فعيد هيك ممكن اعطيه ريموفابل ابلاينس كحمايه. الانيشال مال اوكلوجن شو كانت المال اوكلوجن الاساسيه؟ فرضا مثلا كان عندي انا عندي اوبن بايت مثلا مال اوكلوجن. طيب الاوبن بايت مال اوكلوجن مثلا اذا بدي استخدم الهاولي شو عنده شيء بيعمله الهاولي؟ مثلا الهاولي ابلاينس اللي هون بيخلي البوستيريور تيث يعملوا ايربشن. الهاولي ابلاينس بيخلوا البوستيريور تيث يعملوا ايربشن. بس اذا كان عندي اوبن بايت الهاولي مثلا مش كتير يفضل. مثلا يفضل اكثر بالاوبن بايت مين؟ الاسكس ريتينر فوق وتحت. ليش؟ هلا الاسكس ريتينر لما بنلبسه حيكون هيدا كفرد هون بتشوفه كفرد مغطى الاوكلوزر سيرفز مغطى. اذا انا اعطيه مثلا upper اسكس ولور اسكس هيدي اللي هون حيصير في عندي شويه ثيكنس عم بيعض عليه. يعني عم بيعض على المولرز على البوستيريور ريجن على اسكس على اللور وعلى الابر على اللور. طبيعه الحال صار في عندي هوتنين سماكن كان انا حاطط ورا posterior bite plate. كأني حاطط ورا posterior bite plate. فالposterior bite plate شو بتعطي؟ بتعمل نوعا ما intrusion للmolars. فإذا مثلا عندي open bite أنا وبدي حافظ على ال وبدي وسكرتها بالtreatment يعني ممكن استخدم الأسكس فوق والأسكس تحت ساعتها بيساعدني بالمحافظة على تسكير العضة. الأورال هايجين بالنسبة للأورال هايجين مثلا بالأورال هايجين لا اكيد اذا البيشنت عنده باد اورال هايجين الفيكست ابلاينس اكيد كونترا انديكيتد. يعني لان الحبل الفيكست ابلاينس بيتكون بلاك وما بلاك وهالشغلات يعني ف اتس كونترا انديكيتد. الكواليتي اوف ذا ريزلت از اني سيتلينج اوف ذا اوكلوجن كويشن. السيتلينج يعني البوستيريور تيف مينلي الابر واللور بيقربوا على بعضهم بيعملوا كونتاكت. لو اشرح لك يعني طيب اوقات ديورينج اورثونتيك تريتمنت حيضل في عندي فراغ بوستيريور اوبن بايت. اوكي هلا اوقات مثلا البيشنت بيكون بده يفك مثلا بنخلي هالبوستيريور اوبن بايت لما البيشنت خلص تعب ما عاد بده يكفي. فاوقات بضل في فراغ بين السنين. هلا اوقات انا شو مثلا المولرز شو ممكن يعمل؟ المولرز ممكن يعملوا شيء اسمه ساتلينج. يعني انا اذا بس بحط مثلا هاولي ابلاينس تقول الهاولي ابلاينس ميزه الهاولي ابلاينس بيخلي الفيرتيكال موفمنت. يعني الهاولي ابلاينس اتلاوز فيرتيكال موفمنت. اذا انا حط هاولي ابلاينس هيدا مع الوقت رح يسكر. اذا حطيت هاولي اوكي رح ينزلوا هولي وحيسكر. هذا بسموه ساتلينج. لما اسنان البوستيريور تيث بيقعدوا على بعضهم بسموهم ساتلينج. هيدا اجمالا بعد التريتمنت ممكن يعمل البوستيريور تيث ساتلينج. فاذا كان بدي ساتلينج انا اكيد ما بحط اسكس ريتينر. لا بحط ساعتها هاولي ريتينر. الهاولي ريتينر بيخلي البوستيريور تيث يعملوا كونتاكت مع بعضهم. طيب compliance of the patient قديش تعاون المريض؟ اذا المعيد ما بده يتعاون ابدا خلص fixed retainers. يعني اذا المريض ما بده يتعاون خلص fixed retainers قال لك ما بيلبسه. البيشنت expectations البيشنت بده ما يعمل تقويم بحياته بعد خلص بيعمل تقويم وخلصنا ويكب الكبه ساعتها بتعطيه fixed removable appliance. بتقول له fixed appliance بتلزق له اياه وبتعطيه هاولي بتعطيه اسكس بتعطيه اللي بده اياه هو. يعني
patient preference، سأل المريض شو بيفضل المريض، بفضل يا ترى فيكست وقال له الادفانتج والدسادفانتج تستعينه، وقال له ريموفابل وقال له على الادفانتج والدسادفانتج تستعينه، وسأل المريض وقال له والبريفرنس يعني والايز اوف مينتننس. اكيد الايز اوف مينتننس يعني قديش بضايم مثلا فتره، مثلا هيدا اخونا الاسكس كيف ست اشهر بدك تغيره، فالبيشنت بده يدفع مصاري يرجع. مثلا فيكست ابلاينسز، الفيكست ابلاينس مثلا ممكن يعمل فراكتشر او ممكن محل يفلت، فكمان المينتنس تاعه منه صعب. الهاولي مثلا كيف ست اشهر بده يمر يمكن يعمل ادجستمنت للجهاز. فكل واحد عنده خصائص معينه ممكن تاخذها بالايز اوف مينتنس يعني. بتسال المريض بتشوف الانسب له وبتقرر يعني. Removable retainers. There are many different types of removable retainers. في عدة removable retainers. Asics, هاولي, wraparound. هون مش حاطينه هذا. في غيره يعني. The most common are هاولي and clear plastic retainers. هول ال clear plastic يعني Asics هو ذاته. Clear plastic أو thermoformed retainer كمان بيقصدوا فيه Asics يعني. أوكي. Thermoplastic vacuum formed retainer كمان هذا ال Asics يعني. هو ذاته أسماء واحدة. كلير بلاستيك بسميينه كلير لأنه شفاف ما بيبينه، وبلاستيك لأنه معمول من البلاستيك يعني، عادك بسموه كلير بلاستيك أو أسكس مطل بعضه يعني. هوني بيقول لك how often should removable retainers be worn، يعني قديش الفترة اللي لازم تلبس فيها removable retainers. بيقول لك it's already mentioned that due to unpredictable nature of post-treatment changes long term wear is advisable. لأن عم بيقول لك هون إن إحنا ذكرنا قبل شوي إنه post-treatment treat changes هي unpredictable، ما فيها توقعها. long term wear لبس الريتينر لارتداء الريتينر لفترة طويلة هو يحبذ advisable، ينصح به يعني. however how many hours per day should the patients wear removable retainers، بس كم ساعة بالنهار لازم يلبس الريتينر. بقول لك the best quality research انه افضل research evidence حسب اخر او افضل ابحاث suggest that both هاولي and clear plastic retainers only need to be worn at night. انه هولي بس بيلبسهم مساء. هلا اوقات المرضى ما بيلبسوهم مساء. فكمان في استراتيجي بيعملها الحكيم، بتقول له للمريض مثلا البسها 24 ساعة حتى يلبسها 20 مثلا. اوكي. اذا بتقول له المريض بس يلبسها بيلبسها بس 4-3 ساعات يعني. فهيدي قصة انه تقول للمريض اكثر مش غلط. كمان الشغلة مش كل المرضى يعني، حتى هيدا الباست كواليتي هو فعليا منه بس مش حتفوت بال في يعني في شيء بسموه ريسك اوف بايس في عالي. فحتى هيدا هو الباست كواليتي اللي عم بيقول لك عنه منه باست كواليتي. ما علينا، بيقول لك انه بينلبس بالليل يعني. اوكي. بيقول لك this reduces the amount of compliance required from a patient. هيدا بيقلل الاماونت اوف كومبلاينس اللي مطلوب من البيشنت من التعاون. and helps to extend the longevity of the appliance، وبيساعد على longevity قديش ممكن يستمر الابلاينس. اذا بيقول لك اذا مثلا تلبسه مثلا 6 اشهر للاسكس ابلاينس بس بالليل، حيكون مثلا فيك، وبينما اذا بتستخدمه مثلا 6 اشهر مثلا ليل ونهار، فاكيد اللونجيفيتي تاعيت الابلاينس باللي عم تلبسه بالليل اكثر. مثلا قصدي مثلا انه اذا بس بتلبس بالليل مثلا فيك تستعمل الريتينر مثلا الاسكس مثلا لسنه واحده، اذا بتستخدمه مثلا فول تايم صبح وظهر بس بتشيله وقت الاكل لازم تستخدمه 6 اشهر. اوكي. فهون عم بيقول لك انه كل ما بتلبسه اقل كل ما اللونجيفيتي تاعيت الابلاينس بتزيد يعني. بيقول لك this of course excludes cases with a high risk of relapse one full time wear using a fixed retainer as intended. اكيد هيدا عم بيقول لك عم يستثني الكيسات اللي فيها هاي ريسك اوف ريلابس. شو هي هاي ريسك اوف ريلابس؟ مثلا انتركانين ويث انكريس ولور انتزايد بروكلينيشن. هون مثلا بيقول لك كمان انديكيتد فيكست ريتينر يعني، بالاضافه للهاولي او للريموفابل ريتينر بتحط كمان فيكست ريتينر، ما مش غلط يعني. بيقول لك هون الهاولي ريتينر اذ اوريجينال ريموفابل ريتينر، انه هيدا كان اول ريموفابل ريتينر انعمل. It is simple انه بسيط وروبست ابلاينس، عنده استخدامات روبست يعني، عنده استعمالات اكثر من انه ريتينر. مثلا في اذا بقدر شوي يسكر فيه الفراغات مثلا. اوكي. عنده مثلا استخدامات مثلا بيخليني اعمل فيرتيكال سيتلينج
نوعا ما، فعنده اشياء جيده فيه. ميد فروم ان اكريليك بيس بليت، معمول هذا من الاكريل. وفي عندك ليبي البو هون، مثل ليبي البو معمول ستانلس ستيل، يوجوالي بيكون 0.7 ملم. بقول لك ات واز اوريجينالي ديزايند، اول ما صمم هذا الجهاز ديزاين از ان اكتف ريموفبل ابلاين، صمم كاكتف مش كباسيف، حتى يسكر شوي الفراغ الموجود انتيريوري اذا كان في عندي سبيسز بين السنان يسكرون انتيريوري. هيدا اساس الديزاين تاعه. بس ات بيكيم كلير مع الوقت تبين ات كود بي يوز از ريتينر، انه تبين انه فينا نستخدمه كريتينر تو مينتين ذا تيث ان ذا كوركت بوزيشن، حتى حافظ على اسنان بالبوزيشن الصحيح تاعهم افتر تريتمنت بعد العلاج التقويمي. بقول لك ات هاز ادفانتجز اوف بينج سمبل تو كونستراكت، نوعا ما هين هين العمل فيه سمبل تو كونستراكت، يعني بنائه هين ريزونبلي روبست نوعا ما، هون ريزونبلي روبست يعني نوعا ما قوي، يعني حتى يعمل فراكتشر نوعا ما صعب، بس انه ممكن اكيد يعمل فراكتشر يعني ريجيد انف تو مينتين ترانسفيرس كوركشن، انه انا اذا صلحت مثلا كان في عندي كروس بايت انا تقول صلحتها بيقدر هيدا الهاوي ريتينر نشوفه وين عامل كونتاكت هون مثلا، في عندك هون اكريل يعني، فاذا اذا اذا هو بيقول لك اتس ريجيد يعني قوي لحتى يحافظ لي على ترانسفيرس كوركشن، انا عندي كروس بايت وصلحتها بيقدر يحافظ لي عليها يعني. بيقول لك هون اتس ايزي تو اد بروستاتيك توث، اذا في عندي توث ميسنج بروستاتيك توث ميسنج بقدر انا احط اكريل مثلا، افترضنا هذا اللاترال انسايزر ميسنج بقدر انا احط اكريل حتى اعمل استاتكس يعني للبيش. ده مثلا هون جهاز محطوط في بونتك، اوكي هذا هون ريتينر عندي هاوي ريتينر وهون محطوط في بونتك، هذا ميسنج بقدر احط عليه بونتك يعني، واكيد هذا البونتك يعني فتره مؤقته وبدي ارفع عنه الاوكلوجن يعني، اوكي يعني هذا انا هون برفع الاوكلوجن عنه يعني ضلني ابرد فيه ما بخليه يعمل اوكلوجن بس خليه منظر يعني، واكيد برجع بدنا بتشوف شو بده يعمل المريض، بيحط امبلانت بيحط فيكست ابلاينس بيحط بريدج وات ايفر يعني. بيقول لك هون طيب بيقول لك when replacing missing teeth it's advisable to put rigid metal stops on the retaining mesial and distal to any to prevent relapse، يعني انا اذا انا هون عم بيقول لك اذا بدك تعمل ريبليس لميسنج تيث هذا مثل هيدا اتس ادفايزبل يعني يحبذ تحط ريجيد مثل ستوب، تحط هون مثل ستوب ميزل للسن وتستل للسن، هلا اكيد اذا مع بروستاتيك زون حيكون شيء سيء وعاطل يعني، هيدا مش كلهم بيعملوه يعني، ما في منهم ما بيعملوا هيدا ابدا يعني، ما بيقول لك تحط بيقول لك تو بريفنت ريلابس يعني، انت هيدا هلا فيك تحطها ورا هيدي اذا بشي سن ورا بتقدر تحطها تعمل ريلابس، اذا بشي سن قدام بدك تحط مثل ستوبس هون يعني بيقول لك كثير مش 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 جميل يعني، بيقول لك لازم فيك تحط هون مثل ستوب ميزل وتستل للسن يعني حتى تمنع الريلابس. بيقول لك هون هاوي ريتينرز اورسو قلنا هيدي الاو مور رابت فيرتيكال ساتلينج اوف تيث، هاوي ريتينرز بيخلوا لي فيرتيكال ساتلينج، اذا بدي فيرتيكال ساتلينج ورا بوستيريور اللي بيساعدوني اخده يعني، هول هن احسن من الكتير بلاستيك ريتينرز، الاسك ريتين او الكتير بلاستيك ريتينرز ما بيخلوني اعمل ساتلينج. بقول لك due to the lack of complete occlusal coverage، لأن ما عندي complete occlusal coverage مثل ما شايفين هون it's exposed، فاسنين ممكن يعملوا eruption. بقول لك virus adaptation are possible depending on the case، هذا الهاولي ريتينز فيك تعمل فيه عدة adaptation. بتشوف هون في عندك acrylic facing، هذا إذا بتزوم الصورة في عندك حديد وعلى الحديد هون في acrylic facing، هذا كمان فيك تعمله على ال على الهاولي. ليش بقول لك؟ بقول لك هون اذا السن كان روتيتد وحاطط هيدا هيدا بحافظ على الروتيشن اكثر من انك اذا حط بس واير، هذا بسميه هو اكريليك فيسنج. هل فرجيني اياها هلا، كان بيعد تو ترابي البو تو هيلب كنترول روتيشنز، بيساعدك على الروتيشنز. ريفرس يو لوب كان بيوز تو كنترول ذا كناين بوزيشن، اذا بدي احرك الكناين بوزيشن، اذا بتشوفوا هيدا الهاولي الريجولر هيدي بينعمل بيوروب عندي هيدي الليبيا البؤزة، شوفوا هالهاولي كيف هيدا مشي هالهاولي لهون وعمل ريفرس يو لوب، يعني مش دغري نزلنا من هون عملنا يو وطلعنا، لا رحنا لورا عملنا ريفرس يو وطلعنا. هذا بسموه هيدا شو ميزته عن هيدا؟ هيدا في واير اكتر، هتستخدم واير اكتر من هيدا، يعني المسافة بين اليو لوب واليو لوب من هون هي اقصر من هيدا، هيدي بيخليك تستخدم واير اكتر، لما بتستخدم واير اكتر بصير فيك تحط
بتحرك اسنان بطريقه احسن، لان بيصير اللود ديفلكشن اقل، بصير بخسر كميه فورس اقل بستدي اذا عندي كميه ورق اكبر. هيداك عم بيقول لك ريفرس يو لوب كان بيوز تو كنترول ذا كناين بوزيشن، لان كميه الواير حتزداد، يعني كميه الواير من هون اذا بدنا نقيسها من هون نزل لهون رجع اجى لهون رجع مشي ورا، هيدا اكيد اكثر من هذا، هذا بس يو لوب شيء بالنص، هذا الريفرس يو لوب عم يعطيني بطبيعه الحال كميه واير اكثر. طيب بيقول لك هون a passive byte plane can be added to maintain corrections of deep overbyte. انا مثلا بقدر احط اذا عندي كان deep overbyte عندي overbyte بقدر احط مثل هون، هذا في عندي هون anterior byte plane مثل ما شايفين الاكريل لوين عامل extension، عامل extension كثير مفروض بس يعمل على السنين هو، وهذا عندي هون شو اسمه deep byte الهاولي العادي، مش اذا ما بدي anterior byte plane في حيكون شكله هيك، بيكون شكله مثل هيدا، شايفين كيف هون لاحق السنان اوكي، ما بيكون شكله عالي تقريبا عامل كفر لل more than the incisor third of the incisor اوكي، بيكون تحت اجمالا اذا بدي احط deep byte مفروض يعمل اكيد الكفر تكون اعلى، يعني تكون واصل تقريبا لهون لل one third of the incisor. طيب فهيدي قلنا عنا الباسيف بايت بلين كان بي ادد تو مينتين كوركشنز اوف ديب اوفر بايت. عم بيقول لك هون ثريبيال بو كان بي سولدد تو كريبس وذير ار فيور وايرز تو كروس ذا اوكلوزر سيرفس اند انترفير وذ ذا اوكلوجن. اشرح لك اياها هيدي. طيب انا اذا بشوف هون الهاولي ريتينر عم شوف انه في عندي الواير هذا قارد هذا الواير اللي هون الليبيال بو فيت هون بين الكينين والبريمولر. طيب هلا هيدا بين الكينين والبريمولر حيعمل شغلتين، اول شيء مثل مش حاطين نحن واير هون، هذا الواير هون اذا في عندي كان فراغ اوريدي ممكن يرجع يفتح، اذا كان في هذا الواير اللي هون الموجود اللي بين السنين هذا ممكن يفتح السبيس هون اوكي، اذا كان في سبيس اوريدي، اذا كان في سبيس اصلا موجود بين الكناين والبريمولر غير محبس ابدا وغير اكيد كونترا انديكيتد تحط هذا الكروس اوفر واير، هذا الكروس اوفر اللي قالت يعني بين الثري والفور. طيب هلا في انواع تانية من الريتينرز، والشغله الثانيه كمان اللي هيدا بيعملها هيدا بخفف لي الواير اللي حاطه انا هون بخفف لي الفيرتيكال موفمنت، مثلا هذا مثلا تاع البري مودر والكينين عم بخفف لي الفيرتيكال موفمنت، او اذا بدكم ساتلينج داون او بحط واير من هون، بعض الكيسات انديكيتد بعض مش انديكيتد اوكي، انتم شايفين هذا كيف كمان مرق هون الجهاز، فهيدا اللي هون الكروس اوفر هذا في شغلتين ممكن يعملها، ممكن يفتح لي سبيس بين هون اثنين، وممكن يخفف لي الفيرتيكال ساتلينج تاعول تاعول السنين مطرح ما قاعد. هيداك في شيء بسمي لك اياه اسمه راب اراوند، رح اقول لك شو هو الراب اراوند. هيدا الراب اراوند ريتينر، اذا بتشوف هيدا الراب اراوند ريتينر ماشي من دون شيء، هون هيدا الواير اللي شايفه هذا بسموه كيبر واير، هيدا واير حجمه كتير صغير كومبيرد مع الواير هيدا، مثلا هذا ممكن يكون مثلا هذا الواير عم نعمله 0.7، شايف وين هون هذا الواير الرئيسي مش قالت تاع كروس اوفر واصل لهون وجاي لهون، هون محطوط كيبر واير، هذا الكيبر واير اجمالا بينعمل بين تقريبا 0.4 ملم او 0.5 ملم واير، هذا الواير اللي هون 0.7، فانا هون مش عم مرق على كروس اوفر واير كبير، هذا شو 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 اهميته مثل الراب اراوند، هذا الراب اراوند ريتينر بيخلي السنين يعملوا ساتلينج فيرتيكال ساتلينج، بزيد كميه الفيرتيكال ساتلينج. طيب بدنا نحكي عن هالصوره، شايفين هذا كمان هون الليبيال بو، هذا الليبيال بو مش قالت هون ما عنده كروس اوفر، شو عامل واصل على على الادمز كلاسب وتسولدرد له ملحم فيه، هيدا كمان شو بيفيدني هيدا هون اذا في عندي سبيس بين السنين كان اوريدي وانا بدي احط واير اكيد هيدا احسن حط هيك جهاز. الشغله الثانيه هذا بيخلي لي فيرتيكال ساتلينج، هذا الفيرتيكال ساتلينج هون بهالجهاز اكثر من هيداك، لان ما في واير 0.7 ملم قالت قاعد بين السنين اوكي، فهيدا بيساعدني على الفيرتيكال ساتلينج اوكي، شايفين كيف هون مش مارق بالامبريشر، هيدا عم نطلع على الصوره كمان من فوق اوكي، شايفين هون في عندي الادمز كلاس وهيدا هون الواير كمان اكيد هون بيساعدني يصير في عندي فيرتيكال ساتلينج ورا، وهيدي كمان صوره له كيف
في نعم بنعمل له سولدرينج على ادمز كلاس. اوكي هول هذا هيك جهاز بيخلي لي مثل ما قلنا فيرتيكال ساتلينج. فهون عم بيقول لك اللي بيلبق الشتم شوي اللي سولد تو ذا كريبس قصده ادمز كلاس، هذا قصده الكريبس يعني او كلاس هذا اللي قصده بالكريب. سو ذير ار فيور وايرز تو كروس ذا اوكلوزال سيرفيس. اكيد بهيك حاله بيصير كميه الوايرز عم تقصد الاوكلوزال سيرفيس اقل اند انترفير وذ ذا اوكلوجن. اكيد هاي هول الوايرز اللي عم يعملوا يطلع فوق السيرفيس كمان حيعملوا انترفير وذ ذا اوكلوجن. فلما انا بعمل الليبيال بو، فلما بيكون الليبيال بو بطبيعه الحال سولدرد مش قالت من هون، اكيد الانترفيرنس اوف ذا اوكلوجن مع الاوكلوجن اللي حيخف. بقول لك كمان فيك تحط كلير بولي ايثيرين بو مثل هيدا اللي هون تو بروفايد امبروفد افاتكس. فيك كمان تحط كلير بولي ايثيرين بو محل الواير هيدا اللي هون، فيك تحط كمان كلير بولي ايثيرين بو، يعني فيك تحط ادمز كلاسب هون ومن قدام بدل ما تحط واير بتحط مثل هيدا اللي هون كلير بولي ايثيرين بو. اذا شايفوا هيدا اللي هون بتحط بو معمول من بولي ايثيرين من دون واير. اوكي هيدا كمان بيقول لك فيك تعمله بالهاولي. طيب كلير بلاستيك ريتينر، هيدا هالفقره حكي عنها هون، يعني هيدا الكلير بلاستيك ريتينرز بالمحاضرة القديمة حكي عن شو أهمية الكلير ريتينرز. من هون عم نرجع نعيدهم، إذا بتشوفوا هون حاططهم، يعني هون حاططهم. أوكي حكينا عنهم كنا قبل، رح نرجع نقولهم. يعني بقول لك الكلير بلاستيك ريتينر في عنده أدفانتجز على الهاولي، منها سوبيريور إثاتكس أكيد لأن كله شفاف ما في حديد عم يطلع فيه، لس انترفيرنس وذ سبيتش مع يعني تيحكي المريض أهين فيه من الهاولي. بطبيعة الحال الهاولي شايفين وين كل هيدا أكريل قاعد هون، هيدا ما في الريد هيدا أخونا الأسكس بس بيقعد على السنين إذا بتشوفوا وعشوية من الجنجيفا مش مغطى البلد، فسبيتش فيه أهين. بقول لك مور ايكونوميكال اند كويكر تو ميك، هيدا أرخص الهاولي عفوا أرخص الأسكس من الهاولي ريتينر وأند كويكر تو ميك وبينعمل بأسرع يعني. less likely to break، عنده قابلية أقل للكسر، easy of fabrication بينعمل دغري بسرعة بينعمل ما بده وقت، superior retention of lower incisors بيعطي retention أحسن باللور incisors compared to الهاولي. مثل ما قلنا أي شيء بدك تمنع له الفيرتيكال ساتلينج تحط له أسكس، شيء اللي بدك تعمل له فيرتيكال ساتلينج فيك تحط الهاولي يعني. أوكي فلأن هيدا بحيط الأسكس بحيط من السنين من كل المحلات هو احسن من الهاولي اذا في عندي روتيشنز الاسكس احسن من الهاولي. اذا 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 ما بدي اذا بدي امنع الفيرتيكال موفمنت لسنين الاسكس احسن من الهاولي. اوكي طيب بقول لك بوث هاولي اند كلير ريتينرز ار ايكوال سكسسفول ان ذا ابر ارش، اثنيناتهم سكسسفول ان ذا ابر ارش بطل بعضهم، بس كلير بلاستيك ريتينر ار بيتر ات بريفنت كلير لابس ان ذا لور ارش. هلا هيدي الدراستين اللي مستشهد فيهم هو هون بالحكي عنهم، هن هول عندهم هاي ريسك اوف بايس، يعني هول نوعا ما فيهم تحيز هو ستاديز، بس ما علينا. انه بيقول لك انه كثير بلاستيك ريتينر بيتر ات بريفنتنج ريلابس من ذا لور ارش، انه في عنده قابليه، في دراستين بينت انه في الكثير بلاستيك ريتينر عنده بيتر ات بريفنتنج ريلابس ان ذا لور ارش كومبيرد للهاول، بس مثل ما قلت هو ستاديز عندهم شوية ريسك اوف بايس. شو بدك في ريسك اوف بايس؟ خلص انسى اللي قاله، شو بدك فيه؟ امشي مثل ما هو بدك، بقول لك مثل ما هو بده. It is important that the patient is instructed، عم بقول لك هون من المهم انه تقول له للبيشنت هيدي instructed يعني تعليمات، تعطيه تعليمات انه never to drink with clear plastic retainers، انه ما يشرب وبتمه في clear plastic retainers، نسيته يعني بتمه، particularly كاريوجينيك درينكس، اي شيء كاريوجينيك يعني اي شيء مثل بيبسي مثلا اي شيء مثل عصير مثل هالشغلات كاريوجينيك درينكس يعني. واكيد هو كاريوجينيك يعني شيء بيسبب كاريز، في يشرب مي فيه للجهاز يعني في يشرب مي، بس انه اي شيء ممكن يسبب كاريز ما يشرب فيه. حتى مثلا القهوه والشاي، ليش القهوه والشاي مثلا بيعملوا له ستين للاسكس، فبنقول له ما تشرب شيء غير مي اجمالا فيه للكلير ريتينر. اول شيء حتى يحافظ على نقاوته، يبين انه يطلع عنده اثيتك. ثاني شيء عشان ما بقول لك اي شيء كاريوجينيك يعني اي شيء ممكن اللي يسبب تسوس اكيد بنقول له ما يشرب فيه. بقول لك ذا ريتينر كان اكت الك ريزرفوار، بيكون كخ
خزان بكتيريا. هذا الريتينر لما انت عم تشرب كريوجينيك درينكس حيكون خزان للبكتيريا. هولدنج ذا كريوجينيك درينك ان كونتاكت وذ انسايز ادجز، بحط الكريوجينيك درينك بعد ما يشرب ان كونتاكت وذ انسايز ادجز، يعني انا حيكون هذا شغال ريزرفوار بكتيريا الريتينر، بيقول لك وبيعمل كونتاكت مع الانسايز الادج ساعتها ان كاسبل تيبس ليدنج تو ديكالسيفيكيشن، بيعمل لي ساعتها ديكالسيفيكيشن على الانسايز الادج والكاسبل تيبس. طيب بيقول لك كلير بلاستيك ريتينر مي بي كونترا انديكيتد ان بيشنتس وذ بور اورال هايجين، بيشنتس اللي عندهم بور اورال هايجين الكلير بلاستيك ريتينر كونترا انديكيتد. ليش؟ بيقول لك ذيس از بيكوز ذيس تايبس اوف ريتينرز ار ريتين باي بلاستيك انجيجينج ذا اندر كات تو ديفلوب ذا كونتاكت بوينت. يعني هذا عم بيقول لك هذا التايب اوف ريتينر الاسكس تعرض لك بالصورة، إذا بتشوف هيدا الأسكس أبلاينس بتحسه قاعد على النير. الأسكس أبلاينس هيدا الأسكس أبلاينس مفروض يقعد هيك، فهو شو عم بيقول لك بالمحاضرة؟ ليش كونترا انديكيتد بالبيشنتس اللي عندهم بور أورال هايجين؟ بيقول لك بيكوز ذيس إز بيكوز ذيس تايبس أوف ريتينرز، هيدا التايبس أوف ريتينر مثل طبيعة الحال مثل الأسكس أر ريتيند، كيف يحافظ عليه محله؟ باي ذا بلاستيك انجيجينج ذا أندر كات، هيدا البلاستيك هون قاعد تحت الاندركات، هذا الاندركات تاعي التوث قاعد تحته، يعني هذا كيف يقعد محله؟ بده يقعد بالاندركات الجهاز، هذا الجهاز الاسكس بده ينزل تحت الاندركات ويقعد فيها حتى يقعد على محله يبطل يعمل ديسلوجمنت او يطلع. مثل ما قلنا هذا البلاستيك انجيجينج اندركات جنجيفال تو ذا كونتاكت بوينت، جنجيفال للكونتاكت بوينت بده يقعد. لك في اورال هايجين سبور، اذا كان عنده مريض بور اورال هايجين فذا هايبر بلاستيك جينجيفا كان اوبليتريت ذيس ارياز اوف اندر كات. يعني اذا البيشنت عنده بور اورال هايجين هيدي الجينجيفا اللي هون حتعمل هايبر بلاستيسيتي، حتكبر حتصير هايبر بلاستيك، حتصير قاعده على السن. طيب اذا انا عندي مثلا نيري مثل هيدي اللي هون، هذا الاسكس ريتينر وين بده يقعد؟ اسكس ريتينر الى وين بيقعد؟ جينجيفا تو ذا كونتاكت بوينت عشان يقعد بالاندر كات. اذا انا عندي هيدا كيف بده يقعد الريتينر؟ يعني فبيقول لك الريتينر بيصير لوس هون بالمحاضرة. إذا بدك تقعده بهيك محل وعندك هيك نيري وبيشنت منه عنده أورال هايجين حيصير لوس الأبلاينس، حيصير الأبلاينس which means the retainer may be loose. أوكي فهون عم بيقول لك إذا عنده بور أورال هايجين يمكن يعمل لها هايبر بلاستيك جينجيفا، هيدي هايبر بلاستيك جينجيفا كان أوبليتريت ذيس أريز أوف أندر كات، أوبليتريت يعني بتسكر هول الأريز أوف أندر كات، بتسكرهم لما بتقعد النيري عليهم مثل هون. يعني لما قاعد النيري عليه طبيعة الحال هيدا كيف بده يقعد؟ يعني اذا الاسكس ريتينر قاعد عليه مستحيل. يعني بعد هيك بيقول لك كونترا انديكيتد بالباد اورال هايجين. هلا اكيد هذه الصوره اللي هون هيدي من ورا الكيروجينيك درينك اللي هون، هيدي الكيروجينيك درينك عامل هيك، هذا كان حاطط كلير ريتينر عم يشرب فيه عامل له هيك بسنانه. يعني اوكي هذا انا بحط لك صوره عنه. طيب الفيكسد ريتينرز، فيكسد اور بوندد ريتينرز ار يوجولي اتاتشد تو ذا بارتال اسبيكت اوف ذا ابر اور لوور ليبل سيجمنت، قلنا بيركب على الابر او على اللوور ليبل سيجمنت الفيكسد ابلاينس. بيقول لك يوزنج نورمال اسيد اتش كومبوزيت، يعني اسيد اتش كومبوزيت بوندينج، بتعمل اول شيء اسيد اتشينج بعدين بتحط البوندينج بعدين بتعمل بتحط الواير وبتحط الكومبوزيت وبتلزق الريتينر الفيكسد ريتينر. يعني بيقول لك fixed retainers are advised in the following cases، انه هول يحبذ استخدامه fixed retainer بهول. اذا في عندك closure of space tension، عندك median diastema بين السنام، بستخدم شو اسمه fixed retainer، لان هذه median diastema انا عندها relapse عالي. following correction of severe rotated teeth، اي rotated tooth كان severe بقدر حط عليه شو اسمه هو على حده ميزه لو ديستل لقله بقدر احط fixed retainer. بيقول لك whether has been substantial movement of the lower label. اذا انا مثلا قربت كثير اللور انسايزرز لقدام او وسعت الانتر كاينين ويدث، ايذر عم بيقول لك اس بروكلينيشن او ريت بروكلينيشن او اسيدنج تشينج ان ذا انتر كاينين ويدث، ساعتها بقدر بستخدم الفيكست ريتينر. where an overjet has been reduced but the lips are still incomplete. اذا انا مثلا عندي overjet كبير عملت له ريدكشن قللته بس في عندي اللبس بعدهم incompetent، بعده البيشنتس مش عم بيسكر. اذا بتتذكروا بالايتيولوجي لبس انكومبتنت، ساعتها لقدر حافظ على هالكيس بقدر بستخدم الفيكس ريتينر. هون عم بيقول لك كومبايت بيريدونتال اند اورثودونتيك كيسز، الحالات اللي عم نعالجها بيريو عم نعالجها اورثو، وير ريديوس بيريدونتال سبورت ميكس ريلابس مور لايكلي،
لان في عندك ريديوس بريدونتال سبورت، العظم عامل ريزوربشن، فكميه الريلابس ممكن تكون اكتر. عندك بحط فيكس ريتينر. طيب عم بيقول انه في ديفرنت تايبس اوف بوندد ريتينرز، منهم المالتي ستراند. مالتي يعني اكثر، ستراند ضفيره. لا رح فرجيك صوره شو قصده مالتي ستراند. بتشوف هالصوره، هو ثلاثه وايرز مجموعين مع بعضهم مربوطين بشكل ضفيره اذا بتشوفوا. اوكي، هو اللي بسموه المالتي ستراند. اكثر من واير، بيكونوا صغار بالحجم مربوطين حول بعضهم، بيعملوا لي واير لما بيجمعون، هذا بسموه مالتي ستراند. اوكي، مالتي ستراند. فهون رح نشوفوا شكل الواير، هيدا المالتي ستراند فيديو. هيدا اشهر واير بالتقويم كفيكس ريتينر، بتحطه هو المالتي ستراند. يعني في منه بيجوا ثلاثة، منه أربعة، منه خمسة وايرز معمولين بضفيرة، منهم ستة. اوكي، دانتا فلاكس هون كاتب لك. اوكي، تويستد يعني مفتول، معمول شكله مثل الضفيرة. هيدا المقصود فيه. كمان رح تقرا محل بسميه تويست فلكس، لانه فلكسبل وتويستد، لانه مربوط من عمل مثل الضفيره. بعد هون عم بيحط الواير، عم تشوفوا الواير فلكسبل. هلا اكيد مثل ما في دايركت بوندينج، في اندايركت بوندينج بالريتينر بليسمنت، بس انت مش طالبه منك. يعني هيدا الواير هون بيحطه على الكاست وبيصير بيظبط فيه، يعني بالواير يعني ادابتيشن عليه. اذا بتشوف شكل الواير هون، مجموعه من الضفاير المتلفين فوق بعضهم. اوكي، عده وايرز مبروبين فوق بعضهم، اذا بتلاحظ هون يعني. اوكي، هذا بسموه المالتي فلكس. يعني هلا اكيد حيعمل الواير، بيقع بيعمل شويه باندينج عليه، مش الك انت هيدا. واخر شيء حيحطه على الكاست. يعني في طريقه بيقدر ينقلوا فيها على التم، او في منهم بيعملوها بالتم مباشره، بس انه بالتم مباشره صعبه، وهيدي اداء. يعني هيدا الواير بينحط هون، هيدا اسمه تويست فلكس او مالتي ستراند واير. هون عم بيحطهم هون مثل ما بتشوفوا قاعدين، مالتي ستراند يعني. اوكي، هو هيدا مالتي ستراند، وبياخد باتي وبينقلوا على التم يعني. اوكي، هذا اندايركت بوندينج للريتينر. هذا شكل التويست فلكس. طيب كيف بينعمل بوندينج للفيكست ريتينر؟ هذا الواير هون بدك تعمل اتشنج وبوندينج بطبيعه الحال. اتشنج بوند، بتعمل ووش، بتعمل بوندينج، بتحط الواير وبتثبته بكومبوزيت. يعني اكيد هون بدك تعمل بوندينج، هو ما عمل البوندينج ستيب، حط دغري الكومبوزيت. هذا الواير بتحطه. هذا هيك بيتلزق الريتينر، اتشينج وبوندينج. طيب كمان حتى تشوف كيف بينعمل هيدا التويست فلكس. عم بيقول لك هون 3 سترانز، 3 وايرز حجمه 0.10، رح يقربهم على بعضهم. هيك شايفين كيف عم يقدر يفتلوا للواير. هيدا بينعمل بضفيرة، بجيب ثلاثة وايرز بصير عم يبرم فيه. اكيد بيجي جاهز، بتقدر تصنعه انت يعني، بيجي جاهز وبيقدر يتصنع. هلا عم يعمل هون اتشينج، هيدا بوندينج هون عم بيعمل، عم بيضوي البوندينج هون، عم بيحط هيدا مثل فلوس لحتى يثبت الواير. هيدا الواير احوي هون الواير، لما يثبتوا للواير بالتم
عم يعمل هلا بوندينج يعني. اوكي طيب، بتنظف اكيد من بعده يعني. كمان هذا الفيديو بخلينا نشوف الفيكس ريتينر، هذا عم يعمل اتشينج هون بوندينج من بعده. دراي هيدا الواير شايفين كيف شكله فلكس. اوكي هذا هيدا الواير. اذا بتشوف هون هذا بيقول لك ايه، بسمي لك ايه فلكسبل تشين. فلكسبل تشين رح فرجيك كمان صوره. اذا بنشوف بالصوره هون سلاسله، اوكي تشين يعني سلسله. اوكي فهيدا كمان في عندي الريتينر بدل ما يكون معمول من ستراندز بيكون معمول من تشين مثل هيدا اللي هون. هيدا اللي هون فلكسبل ستراند مبين معمول من عمل من ستراند، بينما هيدا معمول من تشين. اوكي تشين هيدا، هيدا منه مجموعة وايرز ملتفة على بعضها، هيدا مجموعة الوايرز ملتفة على بعضها. هيدا الواير اللي عم نشوفه هون هيدا فلكس واير يعني. اوكي مثل عم نشوف تشين، مجموعة من التشينز، مش وايرز، مش مالتي ستراند وايرز. كمان اتشينج وبوندينج ذات الشيء، بينعمل اتشينج وبوندينج وبيتلزق الجهاز يعني. طيب عم بقول لك كمان في نوع من النيكل تايتانيوم كمبيوتر اسيستد ديزاين، كمبيوتر اسيستد مانيفاكتشر كات كام يعني. هيدا نيكل تايتانيوم واير مثل هيدا اللي هون، هيدا معمول من نيكل تايتانيوم، مش من ستينلس ستيل، معمول من نيكل تايتانيوم. هذا النيكل تايتانيوم كيف بينعمل؟ بينعمل بالكمبيوتر اسيستد ديزاين يعني بيتصمم على الكمبيوتر وبيتنفذ عبر آلة. اوكي كمبيوتر اسيستد ديزاين يعني الكمبيوتر عم يعمل له الديزاين تاعه تصميمه. كمبيوتر اسيستد مانيفاكتشر الكامل اللي هون يعني الكمبيوتر عم يعمل له مانيفاكتشرنج. اوكي هيدا شيء اسمه ميموتين، هيدا الجهاز ميموتين. اوكي هيدا جهاز حديث نوعا ما. هيدا نيكل تايتانيوم بينحط على السنان مطرح ما بدي يثبت. هيدا اكيد بينعمل طبيعه الحال بينعمل بالكمبيوتر. طيب عم بيقول لك هون ريجيت كناين تو كناين ريتين. هلا ريجيت شو قصده بالريجيت؟ يعني قوير مثلا بيكون الواير حوالي 0.7 ملم الواير كبره. اوكي يعني واير كبير عم بستخدم. الوايرات اللي هونيك 0.3 0.4 ملي، هيدا عم بيحكي ب 0.7. هيدا شو قصته؟ هيدا بس بتلزقوا على الكيناين. اذا بتشوف هون على الصوره بس ملزق على الكيناين قاعد على السنين اللور انسايزرز، بس فعليا من عمل له بوندينج بس على الكيناين. اوكي هيدا بيسموه ريجيت كناين تو كناين ريتينر، which are only bonded to canine. هذا بس في عندي bonding على الكينين، الانسايزر تيث ما عندهم bonding. والفايبر reinforced كيف تستخدم انت فايبر بوست بالعياده اذا بدك تعمل بوست او شيء، هذا هون من عمل بفايبر الريتينر. اوكي هذا 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 شكله من عمل بفايبرز. اوكي طيب هلا بقول لك المالتي ستراند تويست فلكس، هذا اول واحد فوق. واير تايب بوندد تو ايتش توث، هيدا اكيد بوندد تو ايتش توث مثل هيدا اللي فوق يعني. هيدا المالتي ستراند، هيدا بوندد تو ايتش توث عامل له بوندينج. اذا ليبيال سيجمنت، اذا كومنس تايب اوف ريتينر، هيدا اكثر شيء مستعمل هالريتينر. بقول لك ان ذير سيتويشنز باوقات رير، باوقات منا كثير منتشره، اكتيفيتي ماي ديفلوب ان ذيس وايرز، بصير بالداخل الوايرز في شويه اكتيفيتي حركه causing unwanted tooth movement، بيأدوا لأسنان يتحركوا محلهم، which has led to the development of flexible chain retainers. هيدا اللي أدى، هيدا الشيء اللي أوقات بيصير هون الرير كومبليكيشن، هيدا الرير رير كومبليكيشن أدى لينعمل هيدا الفلكسبل تشين ريتينر اللي فرجيناه من شوي، وأدى لينعمل نيكل تايتانيوم كات كام ريتينرز. بيقول لك ليه؟ تو انشور باسف فيت. انا ما بدي الواير يتحرك، انا بدي باسف فيت يعني. طب انا هون رح فرجي هذا سبايرال واير ريتينر، هذا اللي قصدي المالتي ستراند، هو ذاته المالتي ستراند ريتينر. اذا بتشوف هذا كيف التورك تاع السن مغير يعني، فهذا كان حاطط الواير، هذا التورك مع الفتره بعد فتره من الوقت كيف صار هذا السن كثير عامل بروجرانيشن، فهذا اكيد شيء غلط يعني. اوكي هيدا الشيء غلط، فبقول لك ممكن يعمل كومبليكيشنز ببعض الاوقات، هيدا احد الكومبليكيشنز. اوكي
اوكي. هو الصورتين هون كيف كانوا سنين قبل العلاج، هون مباشرة بعد العلاج، هيدا بعد فترة ما استخدم الريتينر قرب هيدا لقدام، اوكي. فهيدا بيقول لك هون ممكن يعملوا شوية كومبليكيشنز بالموفمنت، اوكي. طيب كمان ممكن يغير بوزيشنال كي 9، شفنا مش هيك يتغير الانسايز. اذا بتشوفوا هون مثلا هيدا البري تريتمنت بوزيشن، هيدا بعد ما خلص تريتمنت، وهيدا لما حط الواير بعد قديش قال لك بعد سنة، فهيدا ممكن عم يعمل لي موفمنت الواير، اوكي. فممكن اوقات بعض الحالات النتر يعمل لي موفمنت، فعيد هيدا في موفمنت الريتينر انعملوا نيكل تايتانيوم والفلكسيبل تشين الاستكس، فلكسيبل تشين عفوا ريتينرز مش الاستكس. طيب بقول لك فيكست ريتينرز بوندد اونلي تو كناين تو كناين، مثل هيدا اللي هون الكناين هالكناين، الاو ايزير كلينينج. هذا بيخليك ايزير كلينينج، تقدر تفوت فلوس بين السنين هون، اوكي. اذا عامل بوندنج على الكل بصير فوتة الفلوس اصعب يعني. بقول لك ذيس كناين تو كناين ريتينرز ار مور رجد، اقسى اقوى بيكونوا، حوالي معموله من 0.7 ملم واير، and are sometimes referred to as fail safe. يعني لما شو قصده بالفيل سيف؟ يعني لما وحده من هون بينعمل لها دي بوندنج المريض دغري بحس، بعكس الهيدا اللي هون، بعكس هيدا اللي هون، اذا بعكس المالتي ستراند ريتينر، اذا واحد منهم عمل له دي بوندنج المريض مش هيحس، بينما هيدا لانه بس معلق على اثنين، فلما واحدة بتفشل بحس المريض دغري بروح عند الحكيم بركب له واحد غيره، هذا بسموه فيل سيف. يعني لما بيفشل الجهاز انت معك المريض معه خبر، اوكي. فهيدا شيء سيف، هذا شيء امن. ليش؟ المريض بيجي لعندك، بينما هيدا اذا هون فيل ما انه سيف هيدا، لان انت ما لان المريض مش حيعرف انه هيدا بارت منه انعمل له ديبوندنج، عندك مسمينه هيدا فيل سيف. بس it's because if one attachment fails، إذا هيدا بيفشل اللي هون تنقول the patient will immediately know، دغري ال patient بيعرف إنه وقع ال retainer and know about it and get it repaired، بيروح حتى يصلحها، بيروح للحكيم حتى يصلحها. بيقول لك the disadvantage with canine to canine retainer is that they may result in relapse of incisors، ممكن يعملوا relapse of the incisor إذا ال incisors ما كانوا عاملين كونتاكت فيهم منيح. هولي انت ما تنسى، هولي مش ملزقين على الانسايزرز يعني، اوكي، هولي بس قاعدين عليهم، فممكن مع الوقت يرجعوا اللور انسايزرز يغير البوزيشن تاعهم يعملوا ريلابس، مثل ما قال لك هون ريلابس اوف ذا انسايزر which are not bonded to the wire، هولي منهم bonded to the wire. بقول لك هذا الفايبر reinforced are not recommended as they tend to fracture more frequently due to lack of flexibility، لان هولي منهم flexible الفايبر reinforced ريتينرز. بقول لك هول منهم ريكومندد، يعني لا ينصح فيهم لانهم ممكن يكسروا. بقول لك بوندنج ريتينر از فيري تكنيك سنسيتيف بروسيس، انه تعمل بوندنج للريتينرز هي شيء تكنيك سنسيتيف، يعني التكنيك تاعيته صعبه، يعني بدها دقه. بقول لك ذا تو سيرفيس شود بي ثورولي كلين بيفور بوندنج، بدك تنظف السيرفيس قبل ما تعمل بوندنج، بدك تعمل اكيد اتشنج، يعني in particular removing any calculus linguals to the lower labial segment. بقول لك اتشنج از نوت اوف نوت سفيشنت، يعني انت قبل ما تعمل بوندنج للواير جيب سكيلر تاعيت البيريو وشيل اقعد شيل اي كالكولس قاعد على السن واي وسخ، بعدين اعمل اتشنج. بيقول لك كوني اتشنج الون از اوفن نوت سفيشنت، ما بيكفي الاتشنج لحاله بقى بغلب الاحيان، فبدك تشيل شوي الكالكولس الموجود. بقول لك دراي فيلد نيدز تو بي مينتين، اكيد انت عم تعمل بوندنج بدك دراي فيلد، يعني ما بدك سلايفا عم تلعب فبدك تعمل منيح سكشنينج. دراي فيلد نيدز تو بي مينتين، محافظ عليه، اند ذا واير هيلد باسيفلي ان بوزيشن، اكيد الواير بدك تحطه باسيفلي ان بوزيشن، ما يكون متحرك. اذا كان اكتف حيحرك الاسنان. بقول لك وايل بينج بوندد تو ذا تيث، بده يكون باسيف وايل بينج بوندد تو ذا تيث وذ ا كومبوزيت ترازنج يوزنج اسيت اتش تكنيك، يعني اكيد بنعمل له بوندنج، شفتها بالفيديو كيف بنعمل له بوندنج بكمبوزيت وبنعمل قبله اسيد اتشنج. بقول لك في ذا بوندر ريتينر از نوت باسيف، اذا البوندر ريتينر ما كان باسيف وان بوندينج خلال عمليه البوندينج او از ديستورتد ان سيتو او انعمل له ديستورشن انت وعم تعمل له
بالتم، انت عم تحطه بالتم يعني بدك تلزقه. It can cause unwanted tooth movement، مثل ما شفنا قبل شوي، ممكن يعمل لي unwanted tooth movement ال ريك، مثل هولي هوم اللي فرجيني هون قبل، ممكن يعمل لي unwanted tooth movement، فلازم اتاكد انه يكون passive يعني. واكيد هذا الشيء يعني it compromises aesthetics and dental health، اكيد هذا ال unwanted tooth movement حيخرب الاثيتكس للبيشنت، وممكن يعني كمان يعمل dental health problems يعني. هذا اذا شايف انت هون مثلا كيف الانسايترز هيدا متحركين، اكيد لما خلص ثقت المكانيك، بس يعني هيدا الواير انه من عمل كان اكتفلي مش باسفلي، هو خلال عمليه البوندنج حرك الاسنان هالحركه. بقول لك the most common problem with bonded retainers is localized relapse if there is a partial debond of the retainer، يعني اذا صار في عندي هون partial debond، انا ملزق الريتينر هيدا على ست انسايزرز، اذا على ست lower anterior teeth، اذا واحد منهم فلت رح يصير في عندي على هيدا السن ريلابس. اوكي، مثل ما قلنا المريض مش حيحس بهالشيء، فهيدا عم بيقول هيدا اكثر ريلابس له. لك the most common problem with bonded retainer is localized relapse if there is a partial debond of the retainer، اذا بمحل معين، اذا السن من السنين تنقول ان عمل debond، هذا بسموه partial debond، فالمريض ما حيحس يعني. بقول لك to overcome this، لحتى تتغلب على هالشيء، some clinicians use dual retention، بيستخدموا two types of retention using a bonded retainer، هذا بيحط bonded retainer backed up، يعني backed up يعني اذا بدكم شيء ورا ظهره، شيء بيدعمه with a removable retainer، كمان بيعطيه removable retainer at night، بيقول له حط هيدا ال removable retainer at night يعني. اوكي، حط ال removable retainer at night. طيب هون رح اشرح شو قصد هيدي بكلمة belt and braces. طيب هيدا ال belt and braces، ال belt هو الشاط او الحزام هذا اللي بيلبس هون، وهيدا ال braces. هلا هيدا اجمالا اذا انت حتى ما يوقع على الارض البنطال، اذا كان واسع على الشخص كفي يلبس الشاط. هلا هيدا اللي هون البريس بيزيد الحمايه كمان يعني. اوكي، هيدا البريس بيزيد الحمايه، فانت هيدا الشخص عشان هيدا المصطلح حكيناه عن شو الكنايه، هيدا البلت اند بريسز كنايه عن شو، رح اقول لك شو مقصود فيها. اذا بتروح ترجم كلمه بلت اند بريسز بيقول لك اوف بوليسي اور اكشن، يعني هيدا يستخدم هالتعبير، هيدا كناية عن شو، يستخدم عندما بدي احكي على شيء فعل او سياسة معينة بدي اعملها. بيقول لك شو يعني، بيقول لك providing double security، يعني انا عم زود الشيء double security، نوعين من الحماية. كيف هون عندي نوعين من الحماية، هيدا اللي هون اللي اسمه البريس وهيدا البلت اللي هون، كيف هول بيمنعوا البنطال انه يسقط على الارض اذا كان واسع على الشخص، فهيدا هون عم يعطيني دبل سيكيورتي. اوكي، برجع هون بقرا الديفينيشن، بيقول لك بروفايدنج دبل سيكيورتي بلت اند بريس، معناتها انا عم بعمل بفعل معين تعطيني دبل سيكيورتي باستعمال شو، باي يوزنج تو مينز، عم بستخدم وسيلتين، تو مينز يعني وسيلتين تو ذا سيم اند، غايتهم وحده. رح ارجع اشرح، انا في عندي باب بدي اقفله، في يحط قفل واحد، في يحط قفلين، اذا انا حطيت قفلين هذا اسمه بسميه بلت اند بريسز. ليه؟ لان قفل واحد بكفي حتى اقفل الباب، انا حتى اخذ بروتكشن اكثر وسكيورتي اكثر عم حط قفل ثاني، فانا عم بستخدم وسيلتين يلي هن القفلين هون لذات الغايه هي تسكير الباب. اوكي، طيب هيدا بسموه بلت اند بريسز. بلت اند بريسز يعني انا عم بعمل دبل سكيورتي بشيء معين لحتى اوصل غايتهم وحده. طيب رح ارجع هلا ننتقل قال لك اذا لما بتستخدم ديوال ريتنشن، اذا انت بتستخدم ديوال ريتنشن عندك بوندد ريتينر وعندك ريموفبل ريتينر، هيدا الشيء مثل البلت اند بريسز. شو يعني مثل البلت اند بريسز؟ يعني انا شو هدف الريموفبل ريتينر؟ هدف الريموفبل ريتينر يمنع الريلابس. شو هدف الفيكست ريتينر؟ يمنع الريلابس. اثنيناتهم عندهم ذات الغايه. اوكي، بس انا عم بستخدم وسيلتين مختلفتين، واحده فيكست ريتينر وواحده ريموفبل ريتينر. اوكي، طيب فانا هون هذا فيك تسميه بلت اند بريسز. كيف هيدا هون البلت والبريسز بيمنعوا البنطال يسقط ارضا، ذات الشيء فيك تعتبرها هون
الفيكس ريتينر والريموفابل ريتينر عم يمنعوا الريلابس. اوكي طيب، بس انت ليش عم تستخدم هذا الابروتش؟ بيقول لك لان اذا اف بوندد بارش اف بوندد ريتينر بارشلي دي بوندز، اذا بمحل معين هيدا وقع اللي هون بارشلي دي بوند، شو في عندك عم يحمي؟ عندك ريموفابل ريتينر يلي هيدا ريموفابل ريتينر انت ال هيدا الريموفابل ريتينر انت عم تلبسه وامتى؟ بالليل. فانت اذا وقع صار في بارشل دي بوند بالفيكس ريتينر، في عندك شيء حيعطيك حمايه ريموفابل ريتينر. هيدا الريموفابل ريتينر اذا المريض بيلبسه بالليل رح يمنع السنان يرجعوا محلهم. بيقول لك ذا تيث كان بي مينتيند ان بوزيشن. اذا بيلبس الريتينر بالليل والفيكس هيدا عمل دي بوندينج بمحل، هيدا اذا بيلبس الريموفابل بالليل التيث كان بي مينتيند ان بوزيشن، رح يقدر نحافظ عليهم بمحلهم انتل ات كان بي ريبيرد، انتل هيدا اللي هون مطرح ما فارت ات كود بي ريبيرد. طيب هيدا بالنسبه للريتينر. بعد في عندك الكير اوف ريتينر، كيف بتعتني بالريتينر؟ هلا هون عم بقول لك سابقا كان the patients were asked to wear retainers for only 1 to 2 years. كان ينطلب من المرضى بس يلبسوا ريتينر لمدة سنة أو سنتين. بقول لك however هلا now that we have a better understanding of the risk of relapse، هلا لأن احنا بنعرف أكثر عن الريسك اوف ريلابس وفي عنا استيعاب أكثر عنه، we need to ask our patients، بدنا نطلب من مرضانا to wear them for longer، يلبسوا الريتينر لفترة أطول. بقول لك it's therefore essential، عيديك من الضروري that the patients have a clear understanding، يكون في عندهم understanding جدا واضحه، يعني تفهم واضح جدا of how to look after retainers، على كيف يعتنوا بالريتينرز تاعينهم. اوكي كيف يعتنوا بالريتينرز تاعينهم هون، how to look مش انه ينظروا، how to look بمعنى هون يعتنوا بالريتينر. طيب بيقول لك removable retainers are easier to care of، for removable retainers اهين الاعتناء فيهم من الفيكست ريتينرز، if they can be removed فيك تشيلهم من التم to allow oral hygiene intraorally، فيك تشيلهم بالتم من التم ويتنظفوا الاسنان intraorally، وفيك تنظفوا الجهاز لما بتشيله انت كمان تنظفوا برا intraorally، فهو اهين من ناحيه oral hygiene. بقول لك ان اديشن انه فيك تنظف السنان من دون ريتينر، انت كمان فيك تنظفهم ان اديشن تو ايزير كليننج اوف ذا ريتينر هيمسلف، يعني انت بتنظفه اكيد باستخدام الفرشات، يعني بيكون معك فرشات اسنان فيك تنظف فيها الريتينر بفرشات الاسنان وبعجون الاسنان يعني. طيب although tooth paste can be used to clean acrylic paste retainers، يعني انت فيك تستخدم التوث بيست في الفرشات والتوث بيست ومعجون الاسنان حتى تنظف acrylic paste retainers like the هاولي مثل هاولي، ولكن many clear plastic retainers need to be cleaned with special cleaning materials، لازم يتنظفوا مش باستخدام معجون الاسنان، السبب انه معجون الاسنان في شيء اسمه ابريسيف، احد الكومبوننتس اللي فيه هو الابريسيف، هذا الابريسيف ماده بتشيل ستينز، بيكون كل توث بيست في ماده بتشيل ستينز، وبتساعد كمان معجون الاسنان حتى يصير حتى يشيل بطبيعه الحال البلاك الموجود على السن، وهيدي الماده لما نحطها بالابريسيف لما نحطها بالتوث بيست اذا ما كانت موجوده نوعا ما بيصير مثل الجل، يعني معجون الاسنان جل بسموه سليبري جل، سليبري شيء بيزحط او شيء بيقدر يفلت، يعني بطل تتحكم فيه منيح لمعجون الاسنان، فهيديك بيحطوا الابريسيف بيساعد انه يشيل البلاك، بيساعد اذا في ستينز او شيء معلق على السنان يشيله، هيديك موجود بالشو اسمه بالتوث بيست، وبطبيعه الحال مش حيبرد الانامل، الانامل اقسى بكثير من البلاستيك ريتينر، بس انت لما بتحط التوث بيست على البلاستيك ريتينر هيدا رح يجرح البلاستيك ريتينر، لما هي بالاحرى رح يخدش البلاستيك ريتينر، هيدا الخدوش اللي ممكن تتكون على البلاستيك ريتينر هيدي حتكون يمكن تقدر يصير يعبي فيها بلاك. اوكي فعيدك غير 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 محبس استخدام التوث بيست، فيك تستخدم اذا بدك غسول فم يكون الكحول ماوث فري، يعني يكون الكحول فري، ما في الكحول ماوث ووش غسول للفم. اوكي لان الالكحول اذا كان موجود كمان ممكن يعمل شويه ويرنج بالنسبه للبلاستيك ريتينر.
او في كمان تستخدم ليكويد سوب، هيدا السائل، سائل الصابون يعني، بتحطه على الريتينر. يعني اذا في عندك سائل صابون بتحطه على الريتينر من جوا، وبتنظفه بال ايزيلي بالبرش. اوكي، على الفيتنج سيرفيس تاعيت الاسكس، ان شاء الله يكون في صوره هون. هلا هيدا هون مش حاط فيتنج سوب، فيك حتى فيك تحطه هون، بتحط مثلا ليكويد سوب، سائل صابون على بتنقط على السيرفس، وبتجيب توث براس وبتنظف. يعني هين التنظيف وهين. طيب بقول لك ليش ما بدك تنظف بالتوث بيست؟ لانه يمكن يعمل ديجريد للبلاستيك، ديجريد للبلاستيك يعني ياكل من البلاستيك. اوكي، بقول لك some clinicians provide a spare retainer for each arch in case the original is lost. انه بعض الحكمة بيعطوا ريتينر زيادة، بركي بيقول لك هيدا ضاع الريتينر. هلا في منهم مثلا بيعطوا أربعة، بيقول لك أنا بدي أعطي المريض لفترة أربع سنين بعطيه أربعة. في عالم بيعطوا ثمانية، بقول بدي أعطيه لثمان سنين يعني، أو لأربع سنين إذا بده يلبسوا مثلا للأسكس ريتينر كل ست أشهر ويغيروا حسب يعني. بيقول لك This is particularly the case with clear plastic retainers. هيدا خصوصاً بالclear plastic retainers which are cheaper to fabricate. هيدا اللي هو أرخص بالتصنيع، الclear plastic retainers أرخص بالتصنيع، فممكن تعطي المريض أكثر من retainer واحد. طيب بقول لك هون fixed retainers have the potential to cause both periodontal disease and caries unless they are well maintained. انه فيكس ريتينرز اذا المريض ما بيعتني فيهم ما بينظفهم، عندهم القابليه لحتى يعمل بيريدونتال ديزيز وكاريز، unless they are well maintained، الا اذا تم الاعتناء بهم جيدا من قبل المريض. لك فيكس ريتينرز كان بيوز سيفلي ان ذا لونج تيرم. فيكس ريتينر فيك تستخدم نستطيع ان نستخدمه بامان على اللونج تيرم، على فتره طويله، provided patients are properly instructed how to look after them. هيدا provided انه بتقدر تستخدمه fixed retainer هو سيف امن بالفترة الطويلة. بس شو الشرط تاعه؟ انه يكون ال patients are properly instructed. انت تكون كحكيم مثقف ال patient كيف بده ينظف الجهاز، كيف بده يعتني فيه. اوكي، هيدا المقصود فيه. بيقول لك they should be shown how to clean interdentary. لازم يشوفوا كيف بدك تنظف interdentary إذا حطت fixed retainer، يعني either by using a floss that can be threaded under the wire، either باستخدام floss يلي بيقدر ينزل تحت الواير، or by the gentle use of small interdental brushes، أو باستخدام interdental brushes وحكينا عنهم بالfixed appliances، or other similar interdental cleaning aids، أو باستخدام interdental cleaning aids مشابهة. طيب هذا رح شوف هون فيديو كنا شايفينه قبل بالfixed appliances كيف بتنظف الانتردنتال براش تحت الواير. الانتردنتال براش رح تفوت هلا، هو الانتردنتال براش حكينا عنه بالفيكست ابلاينسز، لان هذا بيفوت تحت الواير. اذا كان كتير كبير مش حيقدر يفوت، بدك تاخذ واحده نوعا ما اصغر تقدر تفوت. اوكي، بدك تنظف تحته. اوكي، هذا انترنت بدك تقول له المريض كيف ينظف بهالطريقه اذا لابس فيكست ابلاينسز. اوكي، هيك بده المريض ينظف. اوكي، هذا كنا عارضين الفيديو قبل يعني، مش حنرجع نحكي عنه. هون عم بيقول لك fixed retainers need to be reviewed on a regular basis by the orthodontist or dental practitioner. يعني fixed retainers لازم يراجعوا شو وضعهم، في محل من عمل له debonding ولا لا، الاسنان متحركين عاملين حركة محركين، في عندي unwanted tooth movement من وراهم ولا لا. هذا بيقول لك on a regular basis يعني باستمرار by the orthodontist بحكيم التقويم والdental practitioner. انا اكيد الارثودونتست او دنتال براكتيشنر بده يعمل تشيك اذا في عندي بوند فيلر اور انوانتد توث موفمنت كوزد باي فيكست ريتينر ذات هاف بيكم اكتف. اذا في عندي انوانتد توث موفمنت سبب فيها فيكست ريتينر يلي هو اساسا كان مفروض يكون باسيف، يا صار اكتف بعدين او هو بالاساس انحط اكتف والحكيم ما معه خبر. يعني ما علينا، بقول لك the orthodontist's responsibility to ensure that the patient is fully informed on how to look after the retainers. يعني هيدا من واجبات حكيم التقويم انه يتاكد انه المريض is fully informed، انه عنده ثقافه كامله on how to look after the retainers، انه كيف بيعتني بالريتينر in the long term بالمدى الطويل to avoid any adverse effect، لحتى ما يصير في عند المريض اشياء ادفرس يعني اشياء سيئه افكت سيئه
بسنان المريض. طيب هلا هول ادجنكتيف تكنيكس، هول مش حقولهم، هول حكيتهم، هن ذاتهم بهيدا، هن ذاتهم يعني حطتهم هن ذاتهم الهول باللكتشر القديمه مثل اللكتشر الجديد، فمش احكي عنها، بقدر ترجعها هونيك.